ازاي نقدر نوصل للسلام النفسي؟ في حديث عن الرسول، يعني لما سألوا أحد الصحابة أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحد بعده، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان في الحديث هو أساس التصالح مع النفس، لأن الإنسان المؤمن بيعيش حالة من السلام. السلام دائم أساسه التسليم لله والرضا والقناعة بعطاء ربنا وتقديره، ومن ثم هو مش هيتذمر ولا يحس بضجر ولا دايما يفضل متشائم، فبيتحقق ساعتها الانسجام الداخلي والتوافق مع الناس، وكذلك الصبر على أذاهم. وبعدين بيأتي دور الاستقامة والاستمرارية على الحالة الإيمانية الرقراقة دي. الحياة مليئة بالمتناقضات والازدواجيات، وبيعيش بعضنا، يعني في بعض الناس بيبقى حياته مختلفة عن التاني، في بعض إنسان مريض، في إنسان سليم، في إنسان ظروفه المادية كويسة، في إنسان تاني لأ، في إنسان سعيد، في إنسان مش سعيد. فدي سنة الحياة في خلقه، يعني ربنا ليه حكمة في ده عشان يختبر الناس، وعشان يعني كانوا كحكمة منه هو لا يعلمها إلا الله يعني. فلما بيكون الإنسان في سلام مع نفسه، دايما بيكون عنده رضا بقضاء يعني بقدر ربنا في أي حاجة بتحصل، ومش بيشغل باله دايما يعني يعني بحياة الناس، أو إن هو بيفضل يراقب الناس أو يفضل متذمر طول الوقت، وبيعرف ان اي ابتلاء ربنا بيبتليه بيه، سواء مرض، سواء شقاء، سواء اي حاجة، ده رفع لدرجاته، وان هو مجرد اختبار من ربنا. ودايما بيكون يعني صدق الايمان، يعني بيكون فكرة التسليم اللي عنده والسلام النفسي اللي عنده بينبع من صدق ايمانه، لأن ربنا كمان عمره ما بي مش يعني استحالة يكون ربنا بيكون عايز ان هو يعذب عبده، لا، ده اكيد في حكمة معينة، بس اكيد الانسان مش بيعرف. ففي آية في القرآن بتقول: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فدايما الانسان لازم يحاول دفع القدر بالاسباب الممكنة، ويرضى باللي مش هيقدر ان هو يغيره. صور السلام النفسي منها اعتدال الطباع. من اهم صور السلام مع النفس هو اعتدال الطبع، فالانسان مش بيتكلف ضد طبيعته او بيتمثل بحاجة مش موجودة فيه، بيكون دايما منسجم مع نفسه، راضي بقدراتها، متوافق مع طبعه. طبعا طبائع الناس بتبقى مختلفة، فمنهم الهين اللين، ومنهم اللي بيبقى شديد وصلب. ومعرفة الطبع الإنساني وصنع السلام مع النفس وعدم تكلفتها، يعني هو ما وما هو ضد طبعها، يعني مع محاولة تعديل سلوكها والانتقال بيها من حالة الأسوأ لحالة الرفق، هو ده البداية الحقيقية للراحة النفسية. بشرط ان هو يعني ان الانسان ما بيخالفش اي شرع، يعني شرع ربنا، يعني ان هو يكون انسان هين، عنده قلب رقيق، عنده رحمة، ما يبقاش فظ، ما يبقاش قلبه قاسي. دي من ضمن الصور السلام النفسي. وفي النقطة التانية هنتكلم فيها دلوقتي، هي التغلب على وساوس الشيطان. السلام مع النفس هو الطريق لطرد أي وساوس من الشيطان. بتكون يعني بيتغلب أي حاجة ممكن الشيطان بيدعونا ليها. الشيطان أصلا بيجي للإنسان من مداخل متعددة، ومنها مدخل القناعة والرضا، فبيصور له عجزه وضعفه وقلة حيلته وفقره أو ابتلاءه على إنه مقصور عليه، وان اللي حواليه بيتنعموا هو الوحيد اللي يعني عنده مشاكل كتير، وان ده مؤشر على ان ربنا مش بيحبه، فبالتالي بيدخله من الثغرة دي. وبعدين يعني بيحس ان هو ايه، يعني بيحسسه ان احنا ان انت يعني مظلوم ومقهور وكده،
فبيقفل الباب قدام يعني قدام الشخص انه يتوب او ان هو يرجع في تفكيره، وبيفتح له ابواب العصيان والاعتراض، وده بيكون المدخل الاساسي من مدخل الشيطان. وطبعا علاج ده ان احنا نحاول ان احنا يكون في سلام مع النفس. مفتاح السلام النفسي هو بيكون باليقين بالله، وان دايما ان احنا ربنا عمره ما بيبتلينا غير عشان يرفع درجاتنا، وزي ما قلنا لحكمة من ربنا، وبيكون اختبار لينا. الاستسلام لوساوس الشيطان بيقدر الإنسان على صفو حياته، بيخليه دايما متزمت، يعيش دايما ضد الفطرة، بيبقى في طريق غير مستقيم، وبيحس انه هو طول حياته مش راضي، بيحس بألم نفسي كبير. ففي مداخل كتير جدا جدا للشيطان والوساوس بتاعته في الاتجاه ده، وأحيانا بيودي الإنسان في فتن كتير، ويعني وأحيانا كمان بيوصل للأمر لأنه يبعد بعض الناس عن دينهم ومخالفة الشرع ربهم يعني ربنا، وإن هما يجنوا على نفسهم بقتلها أحيانا، يعني لا قدر الله بتوصل للانتحار، وأشكال كتير من يعني بعض الحاجات أو الابتلاءات اللي بتحصل لأي إنسان. وده بيكون أساسه عدم السلام مع النفس، والبعد يعني فكرة بعد عن ربنا، والاستسلام لوساوس الشيطان. في نقطة كمان من مظاهر السلام النفسي هي الإيمان بالقدرات الذاتية. الإنسان بيحصل على حالة كبيرة من السلام النفسي مشروط بوجود ذاته وبإيمانه بقدراته وبعلمه إن ربنا يعني سبحان الله يعني مركب في النفس ديت يعني كتير من مواطن، يعني خلق جوانا كتير من المواطن القوة والتفرد، وإنه باستطاعته إن هو يتغلب على ضعفه ووهنه. في ناس كتير قوي قوي حوالينا ربنا ابتلاهم من بعض الأمراض أو ذوي الاحتياجات أو غيرهم، وتغلبوا على ضعفهم وأثبتوا جدارتهم وأثبتوا وجودهم وتحدوا كل الصعاب اللي قدامهم وارتقوا ووصلوا كمان لسلم المجد والشهرة وغيره. في نماذج كتير جدا جدا بتدل على إن ده مش عائق، وطالما الإنسان عنده إيمان بقدراته ومؤمن بنفسه يقدر ينتصر على ضعفه ويقدر ينتصر على أي حاجة. كمان في صورة من صور السلام النفسي هي التوقف عن جلد الذات. بيضاف ده لأن الإيمان أو بالنفس، لأن الشخص لما بيكون مؤمن بنفسه أو بيكون واثق من نفسه أو بيكون عنده فكرة ما يفضلش يعني عدم جلد الذات، ان هو يفضلش طول الوقت يجلد ذاته، ان هو يفضل طول الوقت يعاتب نفسه على التقصير، وان هو يكون بيحترق نفسيا طول الوقت وبيحاول نفسه لحالة كبيرة من الاكتئاب والعزلة وحالة كبيرة من المشاكل. يعني كل لازم زي ما قلنا قبل كده كلنا بشر، واي شخص في الدنيا مهما كان في مشاكل بتمر عليه، اي حد ممكن يسيء الاختيار، ممكن يقع في مشكلة، اي حد ممكن يغلط، اي حد ممكن، دي حاجة واردة جدا لان كلنا في النهاية بشر، وان احنا نقع مثلا في حالة من التقصير مثلا في الصلاة او غيره وهكذا. ففكرة ان الشخص هو جميل، طبعا احنا اتكلمنا فكرة ان جميل ان الانسان يكون عنده نفس اللوامة، بس الموضوع ما يزيدش عن حده عشان ما يتقلبش بعد كده لفكرة ان هو يبقى فيه اضطراب مثلا او يعمل له مشاكل نفسية بعد كده. فانا حبيت انوه ان في فرق ما بين جلد الذات وفي فرق ما بين نفس اللوامة. دايما لازم نعرف ان احنا كلنا بشر وبنغلط وبنقع في مشاكل في حياتنا، بس لازم ما نستمرش دايما في احساس التأنيب الذنب كل شوية، وان احنا يفضل الانسان يجلد في نفسه طول الوقت، فده مش بيدفعه ابدا نحو التقدم ان هو يتحرك وان هو يتقدم لقدام، بل بالعكس هيخلي انسان واقف في مكانه وبيبكي على الماضي وبيفضل يبكي على الاطلال، وان هو يعني مش بيقدر ان هو يغير اي حاجة في حياته، وحاجة خلاص عدت مش هيقدر ان هو يغيرها،
يعني مثلا شخص مثلا غدر بينا او شخص ظلمه، كلمة خرجت اذت حد مثلا معين. فالمهم في حاجات كتير قوي قوي من الحاجات اللي بتبقى بتعدي على الانسان، وبيفضل مثلا ممكن ايه يحس ان هو ايه حاسس بجلد الذات. كمان مهم ان يعني ان الانسان يتوقف زي ما قلنا عن جلد الذات، وهو يسعى دايما للمعالجة الممكنة، وان هو يستغل الفرص المتاحة ويحاول تقويم سلوكه عشان يوصل لطريق لحل مشاكله، بدل من ان هو يقعد يبكي ويعيط وان هو يعني يفضل حاطط ايده على خده وجلد الذات ويدخل في الدايرة الكبيرة اللي ملهاش نهاية. كمان صورة من ضمن الصور السلام النفسي هو الابتعاد عن الكمال والمثالية. الشخص اللي بيبتعد يعني دايما لازم الإنسان يبتعد عن فكرة ادعاء الكمال والمثالية، عشان في كتير من الناس بيرى نفسه على دايما على الدوام انه شخص مثالي، مش بيعترف بأخطائه، مش بيقر بتقصيره، كأنه من طينة غير طينة البشر. وده السلوك ده سلوك مش سليم، لأن الكمال زي ما قلنا لله وحده، ومفيش إنسان في الدنيا معصوم غير الأنبياء. وادعاء الكمال هو يعني حاجة جزء من صنع الشيطان، زي لما الشيطان لما كان بيعصي ربنا يعني بيتكبر على أمره، بيبقى رافض الإقرار بأن سيدنا آدم أفضل منه. فمهم جدا ان يعني واجب ان الانسان السوي ان هو يقرر يعترف باخطائه ويعرف يعالجها ويتصالح مع نفسه ويقبل النقد ويحترم اراء الاخرين ويتفاعل مع مشورتهم، واحيانا برضو يستشيرهم، وما يحطش نفسه في برج عاجي كبير من الكبر والغرور، وان انا ومن بعدي الطوفان. لان زي ما قلنا قبل كده في فرق ما بين ان الشخص يبقى واثق من نفسه، والثقه بالنفس طبعا مطلوبه، ان الانسان يكون واثق من نفسه ويكون عنده نسبه حب الذات، وان انا اكون متصالح مع نفسي دي حاجه، اما ان انا اكون عندي كبر وغرور دي حاجه تانية خالص، دي بتكون سبب في هلاك الانسان. ودايما لازم الانسان برضو يكون متسامح مع اخطائه زي ما قلنا، وبيشكر اي حد بيعمل له اي حاجه كويسه، او ان هو يكون شخص دايما بيمتن لاي حاجة كويسة بتحصل في حياته، ان هو بيشكر ربنا يشكر الاخرين، دايما يكون عنده حتة الامتنان. كمان مهم نعرف ان السلام مع نفسه هو الطريق الاقوى علشان الانسان يعيش سعيد، بعيد عن المتاهات اللي بتدخل للنفس احيانا بتدخل الانسان فيها، والناس بعيد عن كمان الدوامات اللي ممكن الناس يعني أذية الناس او اي حاجة بتحصل من الناس او الشيطان ان هو يدخل مدخل كده من النواحي اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. فالسلام النفسي طبعا مهم جدا جدا، ولازم نسعى ان احنا نجتهد ان احنا نوصل للمرحلة دي، ونحاول ان احنا زي ما قلنا النقط اللي انا اتكلمت فيها دلوقتي نحاول نركز فيها ونحاول منقعش فيها علشان نتنعم بفكرة السلام النفسي. بس ده كان الفيديو، ويا رب اكون قدرت افيدكم. نورتوني جدا جدا وبحبكم جدا. باي باي.